الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، ففي لقاء آخر نتحدث فيه عن قصة نبي الله يوسف عليه السلام الكريم ابن الكريم، لنأخذ منها عظات وعبرا، لعل الله عز وجل أن يفقهنا ما فيها من المعاني والأحكام، فلعلنا نقرأ شيئاً من الآيات التي تتعلق بهذه القصة العظيمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وليعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك، إنك كنت من الخاطئين. يذكر الله جل وعلا شيئا من تفاصيل قصة يوسف بعد أن انتقلت به السيارة ونقلته من بلاد الشام
إلى بلاد مصر، وكانت بلاد حضارة في ذلك الزمان، بينما بلاد الشام كانت بلد بداوة ولم يكن فيه مدن وحضارة. لينقل الله جل وعلا يوسف عليه السلام من البيئة السابقة إلى بيئة أولى وأحسن. ولذا يذكر الله جل وعلا العباد بأنه إذا قدر الله لعبد مستقبلاً أحسن فقد يجعل ذلك المستقبل يأتيه من الأمر الذي يكرهه. فإن يوسف كان يكره وضعه في الجب، ويكره انتقاله عن والديه، ويكره ذهاب السيارة به، لكن الله عز وجل أراد له حياة أخرى يتنعم فيها بأنواع النعيم، لدرجة أنه اشتراه كبير من كبار أهل مصر، وهو العزيز الذي يظهر أنه كبير الوزراء في ذلك الوقت. فلما اشتراه أوصى أهل بيته به ليكرموه وليعتنوا به العناية اللائقة به، فقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: أكرمي مثواه، أي اجعل المحل الذي يستقر فيه محل كرامة وتقدير. فهذا من لطف الله بيوسف عليه السلام، ولذا أراد أن يجعل له هذا البيت بيت تعلم وتدريب على أعلى الأمور وأحسنها. أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا، أي أن نجعله وكيلا لنا يتولى شؤوننا ويقوم بتصريف أمورنا، أو نتخذه ولدا، أي نجعله ولدا لنا ليستمر ذكرنا وبقاؤنا. وفي هذا إشعار بأن هذا العزيز لم يكن يولد له، ويظهر أنه لم يكن أيضا يأتي النساء، ولذا أراد أن يكون له من يقوم بأمره ممن يقوم مقام الأولاد. قال تعالى: وكذلك مكنا ليوسف، أي أن الله جل وعلا بحكمته ورحمته جعل ليوسف المكانة العظيمة والمنزلة الرفيعة، يأمر فيطاع ويتصرف فيجاز تصرفه، ويعلم أنواع العلوم التي يستفيد منها. ولذا قال: مكنا له في الأرض، ثم قال: ولنعلمه من تأويل الأحاديث، أي ليكون مقامه في مصر عند عزيزها سبباً من أسباب تعلمه لما تؤول إليه الوقائع والحوادث، بأن يعرف سنن الله في الكون، وكذلك يكون عنده قدرة على تفسير المنامات. قال: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالله هو المتصرف في الكون، والله جل وعلا إذا أراد شيئاً فإنما يقول له كن فيكون، وقد يأتي بالحوادث الكبيرة من أسباب صغيرة، وقد يجعل الله النتائج تحدث من مقدمات مضادة لها. فالله غالب على أمره، لا يستطيع أحد أن يرد له قضاء، ولكن أكثر الناس لا يعلمون تصريف الله للأمور وقدرته عليها ولطفه بعباده
ومن أمثلة هذا ما كان من إخوته الذين ظنوا أنهم بإلقائه في الجب ينهون حياته الكريمة العزيزة، ولكن الله جل وعلا قد جعل له حياة أفضل من حياته الأولى. قال تعالى: ولما بلغ أشده، أي بلغ السن الذي يكون فيها شديدا قويا، قيل بأن المراد بها سن 15، وقيل المراد بها سن 25، وقيل سن أهل الجنة 33، لكن هذا لم يذكر في كتاب الله، ولو كان هناك حاجة لذكر السن. فالمقصود أنه لما بلغ سن القوة واشتد عوده جعل الله عز وجل له نعما تساق، فقدر الله له الحكم بحيث تعلم أساسياته وطرائقه، وكان عنده قدرة على الفصل بين الخصومات، وكذلك آتاه الله العلم فعرفه حقائق الأشياء. قال تعالى: وكذلك نجزي المحسنين، من أحسن في عبادة الله وأحسن إلى عباد الله فإن الله جل وعلا يؤتيه العلم، وهذه سنة ماضية في عباد الله، كل من كان من أهل الإحسان جعل الله له نصيبا من ذلك. قال تعالى: وراودته التي هو في بيتها. المراودة تقليب تصرفات الغير لجعله يتصرف بأمر يخالف رغبته ومراده، يقال. ولذا قال في إخوة يوسف: سنراود عنه أباه. فإذا كل من أراد من غيره أن يلجأ إلى تصرف لا يريده بالأساس حتى يفعله بإرادة منه ورغبة يقال راوده في ذلك. وهكذا امرأة العزيز راودت يوسف عليه السلام لما رأت من جماله ومن أدبه ومن تصرفاته، فإن هذه المرأة لها أمر ونهي، وفي بيت وحدها مع شاب فيه جمال ووسامة، وحينئذ كان منها أن حاولت في يوسف عليه السلام وراودته التي هو في بيتها، فلم يقل عنها بأنها سيدته لما كان منها هذا التصرف. وغلقت الأبواب، أي أحكمت إغلاق الأبواب لئلا يستطيع هروبا منها، لتتمكن من أن تفعل به ما أرادت. وقالت له: هيت لك، أي هلم وأقبل، فإنني أصبحت لك، وبالتالي لك أن تفعل بي ما شئت. فاعتذر منها يوسف عليه السلام بخوفه من الله وباستشعاره لنعمة سيده الذي أنعم عليه بأن أكرمه وعلمه وتولى شأنه. فقال يوسف: معاذ الله، أي ألجأ إلى الله محتميا به من الاستجابة للطلب الذي طلبتيه مني، إنه ربي، أي هذا السيد الذي هو زوج المرأة، هو من تولى تربية يوسف وقام بإعطائه من الخيرات وراعى ورباه
وعلمه، ومن ثم ليس من جزاء هذا الإحسان أن يخان في أهله، إنه ربي أحسن مثواي، أي جعل لي مستقراً حسناً جميلاً أويت إليه وسعدت به. ثم قال: إنه لا يفلح الظالمون. لو أقدمت على هذا الفعل لكنت ظالماً لنفسي وظالماً لك وظالماً لسيدي الذي ربي الذي رباني. وبالتالي من كان ظالماً فإن عاقبته عاقبة السوء دنيا وآخرة. ولذا قال: إنه لا يفلح الظالمون. قال تعالى: ولقد همت به، وهم بها، همت أن ترغمه وأن تجبره على الإقدام على ما أرادت، وهم بها هم أن يمنعها من نفسه حتى ولو كان بضربها أو بصدها الصد العظيم، لكنه قرر الهروب بدل أن يقوم بضربها لتنتهي عن مرادها. ولذا قال تعالى: لولا أن رأى برهان ربه، أي أن الله جل وعلا مكنه من رؤية الأدلة والبراهين التي تجعله يتصرف بأحسن التصرفات. ولذلك قال: كذلك لنصرف عنه السوء، سواء كان سوءا في الاستجابة لها فيما طلبته، أو كان سوءا بضربها و الاعتداء عليها لتنتهي عن طلبها. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء في الاستجابة لطلبها بفعل العظيمة والكبيرة التي دعت إليها. قال تعالى: إنه، يعني يوسف، من عبادنا المخلصين، من عبادنا لأنه قام بعبودية الله جل وعلا، والمخلصين أي الذي خلصهم الله من كل سوء وشر. وفي بعض القراءات المخلصين لأنه كان يؤدي العبادات لإرضاء رب العزة والجلال إخلاصا له. ثم قال: واستبق الباب، أي جرى يوسف عليه السلام هاربا منها، وجاءت وراءه، وجاءت وراء يوسف، وحينئذ أمسكت بثيابه فشقت القميص الذي يلبسه يوسف من خلاف ومن دبر. قال: وقدت، أي شقت قميصه من دبر، وألفيا، أي وجدا سيد المرأة وهو الزوج لدى الباب. وحينئذ تنتهي فصولها التي أرادت بوجود ذلك الزوج، فقلبت القضية وجعلت المعتدي هو يوسف، وجعلت أنه هو الذي أراد السوء والشر، ولذا طلبت عقوبته، فقالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، أي اتهمت يوسف بأنه أراد السوء، وهذا السوء إنما هو في أهل سيده الذي رباه وأحسن تربيته وقام عليه. فقالت: ما جزاؤه إلا أن يسجن أو عذاب أليم، أي مؤلم. فرغبت من زوجها أن يقوم بإدخال يوسف السجن. لماذا؟
لئلا يحدث السيد بما كان منها، وحينئذ قد يورث ذلك شكوكا في نفسه تجاهها. فقال يوسف عليه السلام: هي راودتني عن نفسي، أي هي التي طلبت هذا الأمر، وهي التي سعت إليه، وهي التي تحاول أن تستميلني لتحقيق رغبتها بفعل هذا الأمر المنكر. احتار السيد وتردد في من يصدق، هل يصدق أهله أو يصدق هذا الغلام الذي لم يعلم منه إلا الصدق في المقالة، وبدأ يسأل. فحينئذ وجدت الشهادة التي تدله على حقائق الأمور، فشهد شاهد من أهلها، أي من قرابة الزوجة. إن كان قميصه قد من قبل، أي إذا كانت ثيابه قد شقت من أمام، فهذا دليل على أنه مقبل عليها وأنها تريد إبعاده، ولم تتمكن من ذلك إلا بقد قميصه وشق ثيابه، فهذا دليل صدقها ودليل كذبه. ولكن إن كانت الثياب قد قدت من دبر وشق قميصه من وراء، فهذا دليل على أنه كان يهرب منها وأنها هي التي تطلبه، فحينئذ نعلم أنها كذبت ويكون هو من الصادقين. فبعض أهل التفسير قال إن المتكلم بهذه الكلمة صغير لم يتحدث أول ما تحدث بهذه الكلمة، والذي يظهر عدم ذلك وعدم صحة هذا، وذلك لأنه لو كان صغيراً في المهد لكان كلامه كافياً، لا يحتاج إلى أن يبرهن عليه بموطن شق القميص أماماً وخلفاً، ولكن لما احتاج إلى ذلك دل على أنه ليس كلاماً مستغرباً ممن لم يعهد منه الكلام. رجع السيد والعزيز إلى القميص فوجد أن القميص قد شق من خلف وقد من دبر، مما يدل على صدق يوسف وكذب المرأة. فقال الرجل: إنه من كيدكن، أي هذا الفعل وهذا التدبير من التخطيط الماكر السيء الذي قمت به، وشأن النساء أن يكون منهن مثل هذا الكيد، ولذا قال: إن كيدكن عظيم. ثم توجه بالخطاب إلى يوسف يطلب منه عدم ذكر هذه الحادثة لأحد من الناس كائناً من كان، فقال: يوسف أعرض عن هذا، أي لا تتحدث بهذه القصة ولا تعد لذكرها. ثم خاطب المرأة فقال لها: واستغفري لذنبك، أي أنه وجه إليها الاتهام ولكنه سامحها في حق نفسه وأمرها بأن تستغفر وتقلع عن مثل هذه الأفعال، وقال: إنك كنت من الخاطئين، أي من أقدم على فعل مخالف على جهة العمد والتقصد. فهذا فصل من فصول قصة يوسف عليه السلام،
وفيه من الفوائد أن من كان في عناية الله ورعايته فإن الله جل وعلا يقدر له النتائج الجميلة والعواقب الحميدة، كما قدر ليوسف عليه السلام أن يعيش في بيت العزيز وأن يكون ذلك سبباً من أسباب اكتسابه العلوم النافعة وقدرته على إصدار الأحكام. وفي هذه الآيات من الفوائد أن مملوك الإنسان ينبغي به العناية به واحتساب الأجر في الإحسان إليه، ومثل هذا من يكون من الخدم فإنه يحسن أن يحسن إليهم. وفي هذه الآيات ذكر شأن الأمم السابقة من كونهم يأخذون من يجدونه من الأولاد ليضعوه أولاداً ينسبونهم إلى أنفسهم. وفي هذه الآيات أن من نعم الله على الإنسان أن يكون له أولاد يبرونه ويقومون بحوائجه وينفعونه. وفي هذه الآيات أن الله عز وجل إذا أراد الأمور العظيمة يسر لها أسبابها. وفي هذه الآيات فضل يوسف عليه السلام وما آتاه الله من العلم والحكمة والحكم. وفي هذه الآيات أن العبرة بعواقب الأمور ومآلاتها لا بمقدماتها وأوائلها. وفي هذه الآيات أن أكثر الناس يغفلون عن سنن الله في الكون. وفي هذه الآيات أن من كان من أهل الإحسان فيحسن في عبادة الله وإلى عباد الله، فإن الله جل وعلا يعلمه ويؤتيه من العلم والحكم ما لا يكون لغيره. وفي هذه الآيات أن خلوة الرجل الأجنبي بالمرأة من مواطن وقوع الريب والمخالفات، ولذا فإن الخلوة بالمرأة الأجنبية جاءت شريعتنا بمنعها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وفي هذه الآيات أن المرأة ينبغي بها أن تحجب عن الرجال الأجانب. وفي هذه الآيات من الفوائد أن الخيانة في حق من أحسن إليك أعظم جرما منها في حق غيره، مع تحريمها في كل محل ومع كل أحد. وفي هذه الآيات أن من أحسن إليك ينبغي أن تحسن إليه وأن تصونه في نفسه وماله وجميع أحواله. وفي الآيات الالتجاء إلى الله جل وعلا والاحتماء به من السوء ومن الإقدام على ما لا يحل من الأفعال. وفي هذه الآيات أن من قام بمقام العبودية فإن الله جل وعلا يحميه من السوء والفحشاء. وفي هذه الآيات أن العصمة من الفواحش والمعاصي منحة من الله جل وعلا يمنحها لمن شاء من عباده، فيحسن بالعبد أن يطلب من ربه جل وعلا أن يحسن مثواه وأن يحميه من السوء وأن يبعده عن المعاصي.
وفي هذه الأبواب في هذه الآيات هرب الإنسان من المعصية ومن أهلها، فلا يخالط إلا أهل الطاعات ويبتعد عن مخالطة أهل المعاصي. وفي هذه الآيات أن من أقدم على منكر فإنه سيبقى من أثره ما يدل عليه ولو بعد ذلك، وهذه سنة لله في الكون، فقد أخفت المرأة فعلتها فأظهره الله عز وجل بقد ذلك القميص. وهكذا في قصة أخوة يوسف عندما زعموا أن الذئب أكله فكشفهم الله جل وعلا بعلامات عرفها يوسف عليه السلام. وفي هذه الآيات أنه ينبغي بالعبد أن يلجأ إلى ربه جل وعلا أن يخلصه من الفواحش ومن أنواع السوء. وفي هذه الآيات إطلاق لفظة السيد على الزوج، فسيد المرأة هو زوجها، ولذا قال ألف يا سيدها لدى الباب. وفي هذا دلالة على أن المرأة تطيع زوجها وتتقرب إلى الله جل وعلا بذلك فيما لا مخالفة للشرع فيه. وفي هذه الآيات الحذر من كيد الكائدين ومحاولاتهم تمويه الأمور وقلب الحقائق. وفي هذه الآيات التحذير من الاستعجال في اتهام أحد بجريمة حتى تقوم الدلائل على نسبتها إليه. وفي هذه الآيات ذكر شأن عقوبة السجن التي كانوا يستخدمونها. وفي هذه الآيات مشروعية دفاع الإنسان عن نفسه فيما ينسب إليه مما لا تصح نسبته إليه. وفي هذه الآيات مراجعة أهل العقل والحكمة فيما يعرض للإنسان من المسائل ليختار أحسن الطرق وأفضل المسالك. وفي هذا الحديث الاستدلال بالقرائن على معرفة الحقائق، وفإنه استدل بقرينة كون الدبر قد قص أن القميص قد قص من دبر على اتهام المرأة. وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا الترغيب في الصدق والتحذير من الكذب. وفي هذه الآيات الحذر من كيد النساء وعمل الأسباب التي تقي الإنسان من كيدهن. فهذا شيء من الأحكام التي اشتملت عليها هذه الآيات. بارك الله فيكم وأسعدكم دنيا وآخرة وجعل العاقبة الحميدة لكم. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.